اذا كذب حاسبني لي، انا مسؤول عن كل ما اقولها. موظفينك دا يذلون المواطنين ودايهينوهم اهانات مذله، خدمات ماكو، نشاله حراميه، مدير هيئه التقاعد تعال باوع ما والله العظيم بالقران من استلم مدير هيئه التقاعد ما فد يوم اجى زار هاي الدائره. اني ابن الرشيد ويومية هنا أنا اوقف، ما شفت فد يوم مدير هيئه التقاعد اجى زار هاي التقاعد، تعال باع العالم، باع الشياب، باع موظفينك انت مو مسؤول عليهم، تعال باوعهم يا مدير هيئه التقاعد العامه، مو بس مسوي لي مقابلات كلاوات ويصوروك وباعوني اني داعي لمشاكل العالم، تعال حل مشاكل هاي الناس، مدير هيئه التقاعد شو اسمه وانا اريد اعرف اسمه، تعال باوع، تعال اذا كذب حاسبني لي، اني مسؤول عن كل ما اقولها. موظفينك دا يذلون المواطنين ودايهينوهم اهانات مذله، خدمات ماكو، نشاله حراميه، مدير هيئه التقاعد تعال باوع ما والله العظيم بالقران من استلم مدير هيئه التقاعد ما فد يوم اجى زار هاي الدائره، ما فد يوم اجى شاف الدائره. هسه عوفك تباع الدائره شقد وسخه، حتى قذاره وسخه وسخه ما يحترمون. تعال حاسب الموظفين مالتك، حاسبهم على المعامله اللا اخلاقيه للمتقاعدين، حاسبهم. تعال مو بس قاعد لي بالمكتب مالك وتصرح لي تصريحات زين، كافي ملت العالم، عيب عليكم، استحوا وخلوا شويه ذره من الغيره والشرف، خلوا ذره من الغيره. التحكي عليك هاي لا عندها ذره من الاخلاق، اريد اقول ما عندها. التحكي عليك ان قاعد تلقن الموت صوت الناس. يلا هذا مقطع واحد صغير، شيء بسيط، هذا غرفه واحده باعوا، هذا واحد غرفه واحده، هاي غرفه واحده هيك جوا. شوفوا تشوفون مره طاحت من الدرج، زين انا هذا المقطع خلي يشوفون ايش دي يصير جوا بالتقاعد، ايش دي يصير جوا بالتقاعد. هذا وانا بالتليفون، صاحب التليفون وانا، هذا اخذ الرقم ارسل لي واتساب، طي رقمي، خلي يشوفون ايش دي يصير. ايش عندك حجي؟ والله استاذ على بدايه خدمه انا، تعال يمي، صار شهرين شحنا هسه، قال لي بعد شهر وتعال تجي. يعني ماكو هيك، والله عمي ماكو هيك، عندي 9 أشهر هروب و... خدمه 5 سنوات بالجيش، 9 أشهر خدمتهن، هسه قال بدينا كتاب الرئيس مجلس الخدمه الاتحادي وماكو كل شيء لاي نتيجه لحد الان، شلعب قلبي والله، صار 3 أشهر واروح اجي، رواتبي هذي. وين ساكن؟ انا بابو غريب والله. بابو غريب؟ اي والله. 3 أشهر تجي لهنا؟ 3 أشهر رايح جاي. شو يقولوا لك؟ بس كلام، يقول رفعناه لمجلس الخدمه الاتحادي. كتابك. زين يعني ضحك والله العظيم، يضحكون علينا بالقران زين. يعني احنا والله العظيم ما ادري شو احكي، والله العظيم ملينا، والله عمي ملينا بالقران. استاذ خطاب اخر نقطه، هاي المره الجتي مو عمرها 100 سنه؟ ها وايش قد يجوك عمرهم كبار؟ ما يستحون وما عندهم غيره، ما ينزلوا لك الموظف يستنكف ينزل جوه لان يتعب من الدرج الخاله، ما يقدر بس ما يقدر ينزل الدرج، يباع المره يخليها هي تصعد فوق. شايف وحده عمرك 100 سنه تصعد لك درج؟ ماكو مصعد؟ ما ينزل الموظف غصبا عليه، لازم ينزل ويباوعها ويمشي معاملته. وحده عمرها 90 سنه و100 سنه ما تقدر تصعد درج؟ زين ما عندك غيره يا الموظف يلي تصعد لك؟ ما تشوف، ما تنقر على حالها، ما تتذكر امك ابوك هذا، ما تتذكرهم؟ والله ما يقدر ينزل الموظف. يلا تفضل، يلا باوع مصعد، باع المخازن. يلا هذا الاخ باعوا، باع الجد. ها من اللي نحكي احنا ترى؟ ما نحكي اليوم على التقاعد، الناس قاعد تحكي باعوا الفيديوهات، هذا على المصعد، مصعد واحد بيشتغل من 3 مصاعد، مصعد واحد زين. والله لازم يشكروك، لازم يشكروك التقاعد، لازم يشكروك لك، مو تحكي عليك، مو تحكي عليك. ذيك المره طلعت تحكي، لازم يشكروك، بس لازم يشكروك. ليش؟ لان تنقل صوت الناس وصوت المواطن والذله والمهانه اللي عايشيها. طبعا لا على راسي، انت والقناه وكلكم على راسي، لان تنقلون صوت المواطن بمكالمه شكرك وتقول لك ايه، وتبدا تنقل لهم الحقيقه يحكون عليك، لان الناس باطله حراميه ما يخافون من الله، لو عندهم غيره وشرف كان خافوا على هاي الناس، وانت بطل وتبقى بطل، والله العظيم لا مجامله ولا ابد.